خبر صار لكرة القدم المغربية وفريق الوداد البيضاوي. الاتحاد الإفريقي يعيد مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية اللي جرت في ملعب راديس وعرفات أحداث لا رياضية ومهزلة تحكيمية. هذا القرار اتخذته لجنة الطوارئ بالكاف مساء اليوم الأربعاء في اجتماعها بباريس اللي بدأ البارح وما كمل حتى اليوم. اللجنة قررت إعادة المباراة في بلد وملعب محايدين، يعني ماشي لا في المغرب ولا في تونس، ولم تحدد بعد التاريخ اللي غادي تجرى فيه المباراة، وغالبا المباراة غادي تجرى بعد نهاية كأس إفريقيا اللي غادي تحتضنها مثلا. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طلبت فريق الترجي التونسي بإرجاع الكأس والميداليات اللي تسلموها اللاعبين من ملعب راديس إلى مقر الكونفدرالية. هذا القرار اللي اتخذ بعد ساعات من التداول والاستماع إلى مرافعات ممثلي جامعتين المغربية والتونسية. القرار أنصف فريق الوداد البيضاوي اللي عانى الكثير مع التحكيم في الذهاب والإياب اللي عرف غياب تقنية الفار. الكونفدرالية راعت الظروف اللي جرت فيها مباراة الإياب ملعب راديس بتونس، خاصة الأمنية منها والشي اللي تعرض له الوفد المغربي وحتى رئيس الكاف أحمد. وباش نوضعكم في الصورة ويكون الجميع على بينة من الأمر، الشي اللي وقع في النهائي ذي عصبة الأبطال الإفريقية بين فريقي الوداد البيضاوي والترجي التونسي من مؤامرة ضد الفريق المغربي، نعيد كيف سجل الهدفان الأول بالرباط بصوت عصام بدة المذيع المغربي لشبكة بين سبور، والثاني لعصام الشوالي من تونس. دخل الدفاع في نهاية المطاف، تبقى ودادية فرصة، هذه فرصة باباتوندي، باباتوندي مرر فرصة، فرصة فرصة جول. أيوب العمرود يعدي النتيجة لعناصر فريق الوداد الرياضي. أيوب العمرود المدافع القادم من الخلف يدرك هدف التعادل في الوقت البدل الضائع من عمر الجولة الأولى. والكرة ترجع صعبة جدا بالرأس، وهدف التعادل، وهدف التعادل، ولكن هدف يلغى، هدف يلغى. شاهدوا الكرة، شاهدوا الصورة، أين الكرة هي؟ بيوتاب جوج تحل منهم فريق الوداد البيضاوي في مباراتي نهائي عصبة الأبطال. للأسف الحكمين جريشة وقسمة حرموا الوداد من تتويج مستحق، والخطير هي تلك الأخطاء التحكيمية اللي حرمتهم ماشي فقط غير من هذا البيوتا بجوج، إنما حتى من ضربات الجزاء، واحدة في مدينة الرباط والثانية في ملعب راديس. يعني ضربة الجزاء الأولى وثقها المصور الصحفي بجريدة الأحداث المغربية محمد الوراق بالصورة، كانت جد معبرة كيفاش لمسات الكرة ليد اللاعب التونسي، لكن للأسف الحكم معلنش عليها، واخا كانت ديك التقنية الفار كانت متوفرة في ملعب الرباط عكس ملعب راديس اللي تبين بأن لا وجود للفار عفوا في هذه النهائي، واللي كان كشفة يعني فضيحة كبيرة هزت عرش الكرة الإفريقية